أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال هذه الليلة وخلال يوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات خفيفة من الأمطار مع 15 درجة مئوية، الملموسة 14، الرطوبة 42%، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار يوم غد بإذن الله. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكة 22 إلى 13، عرعر 21 إلى 11، أما تبوك 22 إلى 11. ننتقل الآن إلى المنطقة الغربية، حيث تبقى تتأثر بالحالة الماطرة السقية وأجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في عموم المنطقة الغربية تشمل مدينة جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة والطائف. المدينة المنورة تسجل 28 إلى 15، جدة 30 إلى 22، مكة المكرمة 27 إلى 22، والطائف 23 إلى 16. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تشهد أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في كل من الباحة، أبها وجازان 20 إلى 17 في الباحة، أبها 21 إلى 12، أما جازان 30 إلى 27. ننتقل الآن إلى المنطقة الشرقية، نبدأ بالدمام، زخات خفيفة من الأمطار متوقعة 26 إلى 18، حفر الباطن 23 إلى 15 مع زخات رعدية من الأمطار، الإحساء غائم جزئي مع احتمال لزخات من الأمطار مع 26 إلى 16. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، الرياض زخات من الأمطار 23 إلى 16، بريدة زخات رعدية من الأمطار 21 إلى 13، وحائل 19 إلى 12 مع زخات رعدية من الأمطار. بهذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.